ضمن القافلة الصحية للتقصي المبكر لسرطان الثدي عفى الله الجميع. طبعا القافلة هذه تنظمها شركة ليوني تونس في إطار انفتاحها على المحيط الخارجي. كنا خصصنا أيام مفتوحة داخل المؤسسات في مختلف الفروع، طبعا في مصنع مزل الحياة التابع لولاية المنستير، وأيضا فرع المصعدين وسيدي بولي بولاية سوسة، والآن بصدد تنظيم أيام تحسيسية طبعا في ماطر الشمالية وماطر الجنوبية بولاية بنزرت. إذن التظاهرة هذه ليست بغريبة حقيقة على ليوني تونس، لأنها دأبت أنها تكون سباقة في كل التظاهرات وأنها تكون قريبة من العموم. كما قلنا، الحملات للفحص أو التقصي اللي صارت في المؤسسة تقريبا ل 600 حالة، منها 88 حالة تستوجب المتابعة، وهذا طبعا باش يصير بالتنسيق مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. نرجع وربما لتواجدنا لهنا اليوم في سوسة، لأنه شركة ليوني اختارت أو ارتأت أنها ما تقتصرش على جانب التوعية فقط، بل بالعكس اليوم نقربوا الخدمات ونقدموها للعموم المواطنين المتواجدين لهنا في كل ولايات، دونك سوسة المنستير وإن شاء الله قادما في بنزرت. نحكي اليوم على الجانب التوعوي، ونحكي اليوم على الفحص المبكر، إيمانا منا بأنه دور ليوني لا يقتصر على النشاط الاقتصادي فقط، يعني بمجرد الانتاج والانتاجية أو المردودية. اليوم ليوني تنفتح على المحيط الخارجي وتقدم خدمات كما قلنا للعموم، إيمانا منها بالإنسانية أو أنسنة المؤسسة، ونكون قراب برشا من المواطن التونسي، وهذا يتجلى بطبيعة من خلال الأنشطة الاجتماعية اللي تقدمها في المؤسسة أو خارج المؤسسة. تقريبا ليوني كانت سباقة كذا مرة في المساهمة، نذكر خلال جائحة كورونا كانت شركة ليوني قامت بمعاضدة مجهودات الدولة في حملة التلقيح، وفي أيام التلقيح المفتوحة كانت سخرت طبعا الطاقم الطبي والشبه الطبي، كانت قدمت المساعدات طبعا للمستشفى الجهوي. رغم أزمة كورونا اللي كنا مرينا بها، كنا حريصين كل الحرص على سلامة الجميع. ندعوكم طبعا الناس الكل متواجدين لهنا إنكم تقبلوا للفحص حصل المبكر حتى تقيوا أنفسكم من مخاطره، وألف سلامة للجميع. بسمة جرمازي، قابلة بالمندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بسوسة. اليوم عملنا حملة وتظاهرة في سولا سانتر بالشراكة مع ليوني، وحضرت معي زميلتي وداد جمحة من مستشفى مساكن، سعيدة بوعكاز من زميلتي في المندوبية الجهوية الأسرة والعمران البشري، ومنجية عاشور من المندوبية الجهوية الأسرة والعمران البشري، والدكتور حاتم لهوي من مندوب الجهوي. اليوم جينا مش نعملوا تقصي مبكر لسرطان الثدي، وذايا شهر أكتوبر الوردي، إن شاء الله يكون وردي للنساء الكل. وأنا من جانبي ندعو كل امرأة تونسية باش تلتحق بينا، العام الكل نخدموا أكتوبر الوردي، نعملوا الفحص ومجانا في مركز الصحة الإنجابية اللي هو في مراكز الصحة الأساسية في كل حي في سوسة، موجود مستشفى ولا مستوصف، مركز رعاية الأم والطفل نعملوا فيه الخدمات نتاعنا الكل. جونا عدد مهم من نساء، قريب 80 امرأة، ولقينا فيهم كعبات عندهم حاجات علامات تدل على سرطان الثدي، ما نزيدوا نكملوها بالماموغرافي، وإن شاء الله هذه حملة ناجحة وتكلل بالنجاح.